وبداية مع كيكة البيتزا المالحة، 3 بيض، كوب حليب سائل، نصف كوب زيت نباتي، و2 كوب طحين منخول، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض، معلقة صغيرة من الملح، 1 بصلة مفرومة، وحبة فلفل أخضر حلوة مقطعة، وحبتين بندورة مفرومة، وربع كوب زيتون أسود مقطع. وللتغطية لازم يكون في عندك زعتر ناشف، القليل من الخضار المفرومة، وزيت زيتون أسود، وجبنة موزاريلا. سهل، الله يعطيك ألف عافية. سهلة وسريعة، وهي إحنا كمان نزلنا من خلال السوشيال ميديا على صفحة التلفزيون الأردني وحتى على صفحاتي. أهلا وسهلا فيكم، أي استفسار أي سؤال، إحنا كثير أكيد نكون مبسوطين لما تتفاعلوا معنا من خلال الأسئلة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، رح نلبس الجلوفز أكيد، بنصبح على الشركة الإقليمية التجارية، بناخذ من عندهم الجلوفز المطبخ أو اللي هو لاتكس المطبخ بقياس سمول، في عندهم ميديوم واللارج، الأبيض اللي هو البيج طبعا، وفي كمان الأزرق والموف اللي هو للقطاع الطبي، ما رح تتغلبوا، كل القياسات عندهم موجودة مش مقطوعة، زائد إنه الأسعار نوعا ما منطقية. مهم النوعية للأكل تكون منيحة صراحة. هلأ في شهد بالسوق أشياء، المشكلة إيش مالها؟ الأشياء اللي بالسوق مشكلتها إنه بتتقطع معاك بسرعة بتتمزق، فإحنا بدنا إشي يكون شوي مفيد. كيكة معناته فيها بيض، البيض دائما للكيك بحرارة الغرفة، ليش؟ لأنه البيض أنا عندي وين بده يروح؟ بده يروح على الفرن، فمش منطق أنا أحط البيض بارد. تمام؟ يلا. الكاسيح رح نصبح عليهم لما ناخذ من عندهم النشا، اليوم وصفتنا عبارة عن بطاطا ونشا فقط. للبطاطا. هلا رح نجيب الخل الابيض زي ما اتفقنا، دائما بيطير لك زنخه حلو مالح، حطي خل ابيض لو ما احسن عندك من الفانيلا كثير بكثير بكثير بكثير. خلص على الخل يا جماعه، الفانيلا بتطير، انسوا الفانيلا. شوفوا كيف صار لونه فاتح، بس بحس الفانيلا بتعطي طعمه حلوه. هلا بالحلو بس بالمالح، بالمالح خل افضل. شوفوا كيف صار لونه شاحب وحلو بسبب وجود الخل الابيض. هلا بروح بنزل عليه السوائل، اذا احنا بنبلش بالبيض، بعدين رح ننزل السوائل اللي هي بيض وخل، بعدين رح انزل زيت نباتي، ورح ننزل كمان الحليب ونصبح معك اكيد يا عمر. بدنا نصبح على محمد الخوالدي، بيحكي لنا يسعد صباحكم بكل خير وصحه وسلامه. ام ساره بتحكي لنا صباح الفل شيف علا وشهد، عم بتابعكم من جرش، وبحبك يا شيف علا وشهد، دائما بنحضر برنامجكم، دائما اكلاتك زاكيه، واحنا بنحب البيتزا كثير كثير. يا في عنا سؤال بسألوكي، عدنان الحمصي بسألك، ليه بلشنا بالسوائل؟ ليش بلشنا بالسوائل؟ لأنه دائما السوائل لازم تمتزج مع بعض. هلأ أنا إذا بلشت بالناشف وبلشت أنزل على السوائل، المي والزيت ما بيختلطوا، فأنا كيف بدي أشتغل؟ رح يصير كعكل معي لطحين، فغلط. دائما حلو أو مالح بنشتغل فيه البيض السكر، بعدين بنطلع زيت حليب، بنطلع بعدين إذا في عندي مكونات سائلة تانية. شوفوا كيف هون امتزجت معي، كل ما أنا عم بخفق عم يطلع عندي فقاعات، هاي الفقاعات رح تخلي الكيكة معي تطلع. بعدين رح ننزل هلأ النواشف، والنواشف بالتدريج مع استمرار التحريك لحتى ما يكعكل يا شاهد معي الطحين، وأنا ساعدك. أتأكد سلم عليك، عشان أنا أتأكد إيش إنه الوضع تمام، مشيت الكيكة حلو. طبعا لازم نستخدم هاي الخفاقه، ما بزبط نستخدم ال هلا بزبط بايدها وبزبط في الماشين، احنا هلا لازم نستخدم الماشين عشان ندخل هواء. بس في المضرب السلك او في الويسك عاده بنضرب لحتى ما نوسخ المطبخ، يعني في ستات بس تيجي تعمل بصير ايش مصايب، هي همها الجلي اكثر من ال تقليني انا بالضبط. فبعدين بننزلها. هلا بنروح عند هاي الخطوه، هون بنستخدم احنا مضرب الكيك بس كرمال احنا نتخلص من كل اللي هي اجزاء الطحين الناشف. يلا من الإمارات العربية عبد العزيز منصور بتابعنا، وأيضا أم حمزة بتابعنا من الأردن، أم محمد النمر بتصبح علينا، وأم حمزة البركة بتقولنا يسعد صباحكم،
ومحمد الفرايا ايضا بيصبح علينا. الله يسعد صباحك. هيك قدرنا نحن البندوره. بندوره شيل البذور رح تعجن وتخلي ايش الخلطه تشتش، فمهم تشيل البذور، مهم شهد تكون هي البندوره جامده وماسكه حالها، مش تكون مستويه وطريه رح تخرب لي الدنيا. تمام، حطيت فلفل اخضر حلو زي ما انتم شايفين امامكم. تمام، بدك تحطي سجق، بدك تحطي نعناع، بدك تحطي سلامي، بس كله المفروض ناعم ناعم. ليش بده يكون ناعم؟ عشان يخلي الكيكة تطلع، لأنه هذا رح يعمل تقل. هلا البيكنج باودر بهاي الخلطة رح يرفع لي إياها لفوق. بعدين رح أحط بصل ناشف. هلا حبيتي حبيتي، ما حبيتي ما تحطي. قصاك يعني بيعطي هيك نكهة حسب الرغبة. صراحة كثير طيب. فأنا اكتفيت شهد فقط بهدول. حطي اللي بدك اياه. هلا في للبيتزا مسمى عند الكباريه، بقدرش احكي لكم اياه على الهواء، بس في مسمى اللي عنده حدا كبير اسالوه البيتزا ايش هم، يعني اي شيء موجود بالثلاجه لمي وحط. فهلا راح نحرك بالسباتيولا بزبط، بس اهم شيء احنا كل شيء، في سؤال بالجاليري شهد انه بزبط الذره كثير زاكي، بس اهم شيء كله يكون مصفى كثير منيح، لانه رح ينزل سوائل ويخرب لي عيار السائل اللي انا حطيته للكيكه. وخلصت الوصف. يا سلام على هالسهوله والبساطه. أم ثائر الأغوات يسعد صباحكم، منورين في ديال القصراوي بتصبح علينا. وأيضا عنا كاظم حمدين بيحكي لنا الله يعطيك العافية شف علا ويعطيك العافية ست شهد، شكرا لك يا كاظم. وسارة بتصبح علينا أيضا، وأم ثائر أيضا بتصبح علينا. أم أنس السعودي يسعد صباحك يا شف علا. وأيضا انشراح صباح الوطن الجميل، صباح النور والسرور. هلا بدنا نصبح على الكسيح، رح ناخذ من عندهم الزيت البخار بهالشكل، بيريحني بدون ما احنا نصب انينه الزيت ويروح نصها ونرد نرجعها، البخاخ اريح لك بخه بغطي لك اياها. حبيت انك اخترتي صينيه التيفال. صينيه التيفال شهد رح تعطيني لون كثير حلو مش زي قالب الكيك، بلس بانه العجينه ثقيله شوي من العجين المضغوط لوجود اللي هي لا تيفال. على فكره شهد بيطلع منها بتفكري يعني. كل واحد يا شيخة خلص مش مهم. هلا الجرانيت كثير منيح، ليش؟ لانه سمكه كثير هو سميك كثير، فبيحفظ الماده الغذائيه. فانا عم بحط طحين بهالشكل وراح امشي على كمان الاطراف كرمال يعطيني لون وكرمال ما تلزق بالوصفه. وكمان مره للتاكيد من تركات المطبخ، حلو او مالح بتحطيه في شيء معدن صينيه او قالب كيك، لما بيطلع في شيء بيلزق وفي شيء بيقلب وفي شيء ما بيقلب. اكيد الصح فوطة مطبخ حبيها مي على الآخر وحطيها تحتها، أول ما تحطيها تحتها فورا بفك. أوف بعد ما تطلع من الفرن. والله فكرة حلوة خطيرة على فوطة مطبخ، بس أفكارك خطيرة دايما. بهالشكل رح نروح إيش نجيب الكيكة ونحطها اللي هي كيكة البيتزا مبهجة للأطفال لعيد ميلاد لشغلة هيك سريعة سريعة حلو. ما بدها إشي. وبعدين أنا كمان حتى الزيتون ما بشتري معلب، بروح بجيبه من الدلي من المول دينار بدينارين، بعبي هالعلبة وبمشي. سحر دلحمة ولا سحر؟ ألو ألو صباح الخير، معنا اتصال هاتفي. أهلا يا سحر. أهلا أهلا وسهلا. أهلا صباح الخير. صباح النور. كيف صباحك يا سحر؟ من وين عم تحضرينا؟ من عمان. يا اهلا فيكي، اليوم الاجواء مشمسه حلوه صح؟ هاي الشف علا معك تفضلي. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا ستي، هلا حبيبتي. صباح النور. صباح النور والسرور، سامعتينا منيح انت سحر؟ نعم، بس كيف عملتي الكفته اللي مع الباميه؟ تسالي كيف عملناها؟ ممكن ترفعي الصوت شوي سحر، ما عم نسمعك لانه. طيب ستي بتقدري ترجعي لحلقه الامس، بس راح احكي لك اياها بشكل موجز وسريع. هلا الباميه بدك تجيبيها اذا كانت مفرزه تمام، او اذا كانت اللي هي الطازه، بدك تقلبيها كثير منيح مع شويه زيت وشويه ببصل او بدون، انا ما حطيت بصل بس شوحتها، بعدين نزلت عليها كرات الكفته بدها تكون مشوحه، بتقلبيهم مع بعض معجون طماطم، تمر هندي او دبس رمان بالاضافه لعصير طماطم فريش او معلب، وبعدين بدك تحطي البهارات، حطيت ملح وفلفل بالاضافه للكزبره وشويه ثوم، قلبتهم مع بعض، بعدين نزلت عليها الماء المغلي، وبعد ما نزلنا الماء المغلي عليها خليناها شوي تتسبك
على الغاز وحطيناها بالفخارة كرمال تكمل استوى في الفخارة وتاخذ نكهتها. مش بس أنا بدي أطبخها على الغاز، فأخذت معي تقريبا ساعة إلا ربع حسب نوع فرنك. إمتى بدنا نحط الجبنة؟ بعد الخبز. أوكي. وهذا كمان التريك شاهد برضو كمان للبيتزا في بيتك وجربي. حلو. ما تحطي البيتزا أول ما تدخليها على الفرن لأنه البيتزا بتسيح والعجينة لسه شو؟ والعجينة لسه مش مستوية، لهيك لما بتيجي بتاكليها بتحسي وجه العجينة مبلول. فعشان هيك أطيب بعد ما تطلع. فلازم هي تسلو وتتحمص، آخر إشي بتحط الجبنة وبتحمص. حلو. نأخذ اتصال عبال ما تحطيها على بالفرن. ألو صباح الخير يا خديجة. صباح الخير. من وين عم تحضرينا اليوم؟ من الشطة. أهلاً وسهلاً. كيفك؟ تمام. اليوم شو رح تطبخي لهم بالبيت؟ والله أنا مش ناوية أطبخ، ماما اللي رح تطبخ. شو ناوية ماما تطبخ طيب؟ لسه لهلا ما قررنا بس. طب يلا اعملوا كيكة البيتزا حلوة سريعة. ما أول ما شافت الشيف هلا بتحكي خلص اليوم لازم نعمل كيكة. هلا حبيبتي أهلاً فيكي، صباح الورد. حبيبتي كيف حالك؟ أهلاً ستي، أهلاً نورت. أول شيء سلم لياتك جد ما شاء الله عني. حبيبتي ماما بتطلب دائما انه شوفوا الشيف على شو عملت، شوفوا الشيف على شو حكيت، شوفوا شو ساوت الشيف على. حبيبتي فيكم البركه. اكيد بدي اوجه تحيه للماما، امانه بوسي لي اياها بالله. حبيبتي ان شاء الله الله يخليها يا قمر. بصير بنتي تحكي معك؟ طبعا بصير نصي صح لنا. تفضلي. يلا حبيبتي. كيفك؟ الو صباح العسل. انا بدي اسال شيف نانا مثلك. أنا ما فهمتش إشي، بس هيك هي كتكوتة وكربوجة و... لا إن شاء الله أحسن كمان، في أعلى المراتب يا قمر. أهلا وسهلا بوصولنا الماما. هلأ هون شهد رح نروح على 180، طالما أنا بقول كيك دايما احفظيها 180، ما في إشي أكتر إلا إذا كان من السبونج كيك والباوند كيك اللي هو بيكون كتير ثيك وتقيل. أنا هون حطيت، هلأ إذا أنت حاسة إنها رح تخبط ما رح تخبط أبدا، أنا حاطة معلقة كبيرة من البيكنج باودر رح تشيلها بالإضافة لطريقة الخفق. تمام، رح نروح 180 الرف الأوسط فقط من الأسفل، بعدين بحطها تحت الشواية لما تاخد لون بنحط عليها الموزاريلا. تعالوا اورجيكم الجاهزه. وانت كمان حطيتي زعتر ناشف على الوجه. زعتر ناشف، وحطيت الفلفل، حطيت البندوره، وحطيت الزيتون الاسود المقطع، وصارت الكيكه جاهزه. شايفين اخذت لون، بعدين حطيت انا عليها على حرارتها الموزاريلا بهالشكل. ناقصها شمعه بس. بالضبط. هلا راح استخدم شوي من هالورقيات، ميكس ورقيات، لحتى احنا نقدمها بشكل لطيف وحلو. ابدعتي صراحه حبيبتي. وهلا راح نقسمها، لازم ضروري نورجيهم كيف هي من الداخل. يعني الاطفال بشكل عام دائما هيك بحبوا كيكه الشوكولاته، بحبوا الكيكات اللي شوي فيها نوع من الحلو والسكريات والكاكاو، بس لما يشوفوا مثل هيك كيكه هيك منظر بتشجعوا انهم ياكلوها وبيحبوا يصيروا يحبوها ويصيروا يطلبوها دائما. فقد ايه حلو انه نستخدم مثل هيك اطباق ومثل هيك وصفات لحتى نشجع اولادنا انهم ياكلوا اشياء تكون مفيده اكثر من الحلويات والشوكولاتات. تمام. طبعا هلا احنا هذا الغش اللي بتشوفوه على الشاشات او اللي بتشوفوه مش شاشات التلفزه، بتشوفوه على شاشات السوشيال ميديا في تصوير المطاعم، هذا عشان البندوره تلمع وتشوفيها هيك شكلها حلو ومشخصه. هاي مش مي، هذا زيت زيتون، تبخيها تصير تلمع. فاذا عندك ضيفه عشان هيك تطلع شغلتك مشخصه ما بينهم رشي عليها زيت. حبيت الفكره. رشي زيت زيتون، يعني في حيل كثيره في عالم التصوير لو بتعرفيها شاهد رح تصفني ساعه. انت بتفكري انه طب ليه هيك الاكله عم تطلع معاهم شكلها بتلمع حلوه؟ الصور الاعلانيه سبحان الله. نعم، يعني في شغلات مش رح اقدر احكيها هلا بس ما بتخطر في بال حدا بصراحه. عالم هو الصراحه التصوير. نعم. هو فن. عبد الله قواقزه من جرش عم بيحضرنا، وام سامر الوقفي يسعد صباحكم ويعطيكم العافيه بتحكي لنا الله يعافيك يا رب، ورجاء بداوي بتحكي لنا صباح الورد والياسمين، نيفين خالد صباح الخير شيف علا، عايده دراس يسعد صباحكم بكل خير وسعاده، عمر الريان بيحكي لنا صباح الخير. اتمني اتمني يا علا.